وفي هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط العاشر في المجموع من مسافة 3 كيلومترات. الشوط هذا الشوط الثاني لفئة القعدان اللي في أول المراكز. في هذه اللحظة الشاهين لسي سالم بن حمد بن جهويل المري في أول المراكز، ثاني المراكز هذا الشاهين لسيد محمد. هذا الشاهين لسيد حمد بن محمد بن طالب الصعاق في هذه اللحظات يلعب الكريم في هذا شعار بن خديم اللي في ثاني المراكز وثالث المراكز الحفل الكريم. هذا الحدر سيد محمد بن جميل الوهيبي في هذه اللحظات في ثاني المراكز ثالث المراكز. وصل شاهين لسيد احمد بن سالم الوهيبي في رابع في ثالث المراكز رابع المراكز الرشعار بن جهويل الساعي في هذه اللحظات للسيد علي بن محمد المري في رابع المراكز خامس المراكز معزز السيد علي بن عبد الله اليحيى مع معزز في هذه اللحظات الحفل الكريم في خامس المراكز. اللي في اول المراكز ما زال حتى هذه اللحظات هذا اللي في اول المراكز هذا شاهين للسيد احمد بن سالم الوهيبي في اول المراكز. ثاني المراكز من الجانب الايمن شاهين للسيد سالم بن سعيد بن جهويل المري في ثاني المراكز ثالث المراكز. وصل الساعي للسيد علي بن محمد المري مع الساعي في هذه اللحظات في ثالث المراكز رابع المراكز رابع المراكز. هذا الحذر للسيد محمد بن جميل الوهيبي في هذه اللحظات مع الحذر في رابع المراكز خامس المراكز من الجانب الايمن هذا معزز يدعو المكية معزز السيد علي بن عبد الله ال يحيى في هذه اللحظات خامس المراكز تسلل الى رابع المراكز. شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل او شاهين للسيد احمد بن سالم الوهيبي في اول المراكز ثاني المراكز الساعي ويدعو المكية الساعي للسيد علي بن محمد المري السلل مباشرة الى اول المراكز. ثاني المراكز من الجانب الايمن يلعب الكريم شاهين للسيد سالم بن سعيد بن جهويل المري في ثاني المراكز ثالث المراكز يلعب الكريم هذا شاهين للسيد احمد بن سالم الوهيبي في هذه اللحظات ثالث المراكز رابع المراكز معزز للسيد علي بن عبد الله ال يحيى في رابع المراكز ولكن الساعي في اول المراكز للسيد علي بن محمد المري ثاني المراكز من الجانب الايمن هذا هو شاهين للسيد سالم بن سعيد بن جهويل المري مع شاهين في ثاني المراكز ثالث المراكز شاهين ويدعو المكية شاهين للسيد احمد بن سالم الوهيبي في هذه اللحظات في ثالث المراكز رابع المراكز. وصل معزز للسيد علي بن عبد الله ال يحيى وهذا الوصول اللي نخاف منه وصول معزز في ثاني المراكز ولكن علي بن محمد المري مع الساعي في هذه اللحظات في اول المراكز ولم تصدر عليه اي اوامر هذا الركسه الغائي مع الساعي ويدعو ملكيه الساعي للسيد علي بن محمد المري ثاني المراكز من الجانب الايمن معزز للسيد علي بن عبد الله ال يحيى ولكن الساعي وما شاء الله تبارك الله علامه الجوده على راس الساعي للسيد علي بن محمد المري سلام يا المناصير سلام يا علي بن محمد المري ويرسل التهاني لهالي المناصير في صباح هذا اليوم تهانينا والناموس للسيد علي بن محمد المري تهانينا والناموس ثاني المراكز وصل معزز للسيد علي بن عبد الله ال يحيى وثالث المراكز وصل شيء للسيد احمد بن سالم الوهيب بالتوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 43 ثانية و73 جزء من الثانية تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.